انتقم منه بسبب جلسة عرفية عامل ينهي حياة عمدة قرية طيبة بالده أهلية أثناء خروجه من المسجد. شهدت قرية الطيبة التابعة لمركز نبرو في محافظة الدقهلية جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم عامل على التخلص من حياة شيخ البلد بالقرية والقائم بأعمال العمودية متعديا عليه بسكين أثناء خروجه من المسجد وطعنه عدة طعنات متفرقة أنهت بحياته انتقاما منه. وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفي يدعى نور عبد المنجي، يبلغ من العمر 65 عاما، شيخ البلد بقرية الطيبة التابعة للمركز والقائم بأعمال العمودية، كما أنه رئيس لجنة المصالحات العرفية بالقرية. وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من الصلاة في المسجد فوجئ بالجاني ويدعى طارق بدير يعتدي عليه بسكين وقام بطعنه عدة طعنات انتقاما منه لتدخله للصلح بين زوجته بالقرية منذ فترة من خلال جلسة عرفية. وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة نبرو من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة لذلك السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.